الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. قالت هيئة النزاهة إن ما تم استرداده من حجم الأموال المحجوزة في الخارج يصل لنحو 17 مليون دولار فقط. وأضافت الهيئة أنه على الرغم من انضمام العراق لاتفاقية استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن هناك ضعفا بالجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الأموال. يذكر أن إجمالي حجم الأموال المهربة من العراق يبلغ نحو 450 مليار دولار. أكدت وزارة الزراعة أن المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية للإقراض الزراعي قليلة ولا تغطي سوى المشاريع الزراعية البسيطة. وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري إن المبادرة الزراعية التي أطلقت عام 2008 توقفت عام 2015، حيث أنفقت تريليونات دينار في وقت تواجه المشاريع الزراعية حاليا صعوبات بالتمويل كبيرة. وأشار الجبوري إلى أن وزارة المالية أقرت في الموازنة 50 مليار دينار لوزارة الزراعة، لكنها لم تصرف حتى الآن، مطالبا بتخصيص مبالغ لدعم المشاريع الزراعية لا سيما في قطاع الدواجن والثروة الحيوانية. كشفت وزارة التخطيط الحالية عن ارتفاع عدد السيارات في العراق إلى أكثر من 7 ملايين سيارة خلال عام 2020. وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص بلغ 7,026,106 سيارات مسجلة حتى نهاية كانون الأول عام 2020، بزيادة 2% عن عام 2019. كشفت مصادر حكومية عن اتفاق بين العراق والأردن على السفر برا بعجلات الصالون من وإلى البلدين والسماح بنقل المسافرين، وذلك بعد سنوات من المنع. وأكد قائم مقام قضاء الرطبة في محافظة الأنبار عماد الدليمي صدور الموافقات بين البلدين على السماح للمركبات بنقل المسافرين عبر الطريق البري الرابط بين البلدين، بشرط التأكد من بطاقة المسافر الدولية الخاصة بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا. وأضاف الدليمي أن الموافقة شملت صهاريج نقل النفط الخام دون المرور بساحة التبادل التجاري في منفذ طريبيل الحدودي. وصل الدولار ارتفاعه أمام في سوق العملات الأجنبية في إيران، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية المفتوحة إلى أكثر من 28,400 تومان، ويعد هذا أعلى سعر للدولار في إيران في الأشهر الأحد عشر الماضية. وقد ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في الشهرين الماضيين منذ تولي حكومة إبراهيم رئيس السلطة وتزايد الغموض في عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. ويأتي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالتزامن مع نشر تقارير عن ارتفاع أسعار مختلف السلع. سجلت أسعار الغاز في أوروبا مستويات تاريخية وصلت إلى مستوى 1200 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز. ووفقا للتداولات، فإن عقود الغاز الآجلة لشهر تشرين الثاني بلغت 1199 دولارا لكل 1000 متر مكعب من الغاز. وتسجل أسعار الغاز في أوروبا حاليا مستويات تاريخية، ويرجع الخبراء ذلك إلى زيادة في الطلب تزامنا مع تراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية في أوروبا. إلى اللقاء.